السلام عليكم، معاكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. زمانا ما كان حد بيتعرف على واحدة من عن طريق الإنترنت، واحدة روسية تحديدا أو يعني أي جنسية، كان النت موجود على الكمبيوتر بس، والتواصل كان على برنامجين ثلاثة، التشات اللي هم الأشهر يعني. وكان علشان تستخدم الإنترنت لازم حاجة اسمها الديلاب. معلش بقى الصورة كده أظرف. الديلاب ده كان نظام قديم كده عن طريق المودم، وتتصل عن طريق خط التليفون، يتوصل بسيرفر وحدوتة كده. فالمهم تستخدم التليفون والكمبيوتر، وما كانش فيه عن طريق التليفون، كان فيه تليفون بس بزراير بقى وما فيهوش نت وحاجات كده. فكانت القصة كلها محتاجة ان انت الكمبيوتر يكون فاضي، لان اكتر من واحد في البيت بيستخدمه، مثلا انت واخوك واختك وبابا وماما، فاللي هو ايه، انت عشان يفضلك الكمبيوتر ليك وقت معين، بالليل بقى متأخر حاجة كده. ده معظم الناس كانت كده يعني، في ناس لا الكمبيوتر كان هو بتاعه هو بس، بس في ناس كان مشاير كده. طيب الحاجة التانية، خط التليفون لازم يكون فاضي عشان تعرف تستعمله للإنترنت، وإلا هتتعذب يعني، أو هتعذب الناس اللي يقولك إن المكالمات ما بتوصلش، بنتصل بنلاقي مشغول. فأنت لازم تنقي وقت. في كل الناس كانت زمان الإنترنت بالذات في الوطن العربي كان بعد نص الليل. ليه؟ علشان ما فيش حد بيتصل، فالخط التليفون يكون سالك، والكمبيوتر محدش بيستخدمه، فالدنيا برضو سالك. حتى الناس اللي هي كانت في شغل مثلا ولا حاجه، كان يستنى لحد ما الشغل يخلص والموظفين تمشي، ويجي مثلا الساعه 10 بالليل ولا حاجه، ويخش على الانترنت براحته، يعمل دايل اب. ما كانش فيه اي دي اس ال ولا واي فاي ولا الكلام ده خالص، فكان يستنى لحد بالليل وعن طريق التليفون ويتصل بالانترنت ويتواصل ويتشات مع الناس. فكان ناس كتير يا اما في مكان عمله يا إما في البيت بس وقت متأخر، كله في المتأخر. فالعلاقات كانت ليها طابع كده، ما كان واحد يتعرف على واحدة ما بنقابلش غير بالليل، فاللي هو فيها الشيطان كده، عارف فيها وفيها نوع من أنواع اللذة، إنك اللي هو بتعمل حاجة في الخباثة كده في السر، وفيها سسبنس. فاللي هو حد مثلا بيكلم والدك عشان الشغل حاجة مهمة في نص الليل، فيروح قاطع لك الانترنت لو عندكم ويتنج مثلا. فكان ناس كتير الانترنت بتاعتهم تقطع ويشد شعره، انا تعبت عشان اعمل كونكت واتوصل بالنت وبتاع. المهم اختصر لكم بعد ما حكيت لكم التفاصيل كانت عاملة ازاي والاجواء كانت عاملة ازاي، وان الموضوع صعب، بس الشهادة لله كان يمكن المعروض كتير. كنت ممكن تلاقي أمريكيات كتير، بنات من كندا، ممكن تلاقي مسلمين وعرب من اللي هم عايشين في أمريكا وكندا وأستراليا موجودين كتير، عايزين يتكلموا معاك مع عرب، وعندها ودور على العريس كمان. فاللي هو أنت يا سلام، ده الدنيا حلوة، ده أنا عندي حتى حرية الاختيار، وتقول لك أنا ما جيتش مصر بقالي 5 سنين، هاجي أنا وأسرتي وبتاع، ويجوا وتقابلها وتقابلهم وتتفقوا الزيارة الجاية هنكتب الكتاب. فجوازات كتيرة ناجحة تمت كده، بالذات الناس اللي هي كانت بتتواصل مع فتيات مثلا من اللي هم في فلسطين، في غزة، في الضفة، في حاجات كده، فعندهم العبور بقى من عن طريق المعبر وبتاع عشان يروحوا مصر وبتاع. فكان شاب مثلا من السودان او من الجزائر، من تونس وبتاع، يتفق ان هو هيقابل واحدة فلسطينية في مصر، فتيجي هي واهلها، وهو يجي وهو ابوه واخوه مثلا، او هو امه واخوه واخته، ويتعرفوا على العيلة وبتاع، ويتفقوا على الزواج كان في مصر. ومصر كانت هب للزواج من الفلسطينيين او الفلسطينيات. كمان اما يبقى شاب فلسطيني برضو عايز يرتبط ويتجوز واحده مصريه، كان او حتى واحده من اي الوطن العربي كان يقابلها في مصر. فمصر كانت مكان لزواج فلسطينيين كتير، او فتحت خير عليهم. وكان الانترنت هي الوسيله، اصل هنتعرف ازاي، هنتكلم ازاي. جينا لفتره بقى ظهور الموبايل بقوة، ان الانترنت بتاعة الموبايل دخلت في القصة والتواصل والحاجات دي، فسهل الامر شوي. المهم اللي انا عايز اقولك عليه، كل ما تفتكر ان تسهيل الموضوع هيخلي المعروض يزيد، لا مش شرط. في اغلب الظروف اما بتتسهل امور التشات والتعارف والتواصل، الموضوع بيقفل اكتر.
انك تلاقي حد كويس بأقل فرصته أقل. زمان كان الناس يقولوا البنات كتير او متاحين ومعظمهم عايزين يتجوزوا، مش بنات بتاعت لعب. ده الجيل ده الفترة دي اللي هو ناس حتى يمكن من قبل انا شوية، او من قبل بسنتين ثلاثة، من قبل ما انا ما اخش الانترنت وكده، كان يقول لك ايه البنات المتدينات كويسين ومش عارف ايه كل حاجة، بس مش حلوين. كان الكونسيرن اللي هو نسبة يعني صعب انك تلاقي واحدة حلوة. بعد كده بقى في الحلوين بس استغلالية، بس لعبية، متجوزة بتقول لك انا مش متجوزة. نخش بقى موضوع الروسيات. الروسيات او في روسيا كان البرنامج الاشهر في التشات زمان الاي سي كيو. الاي سي كيو كان مش مشهور قوي في مصر بقدر ما هو مشهور في روسيا. انا بكلمك بقى في حاجة ايه من سنة 2000 2001 2002 2003 حتى من 1999 و1998 كمان. شوف بجيب لك من العميق بقى حاجة من 25 سنة او 26 سنة. كان الاي سي كيو منتشر جدا في روسيا او محبوب، وبيدخل له بظروف معينه وبروكسي وحواديت كده. حتى ما تروح انترنت كافيه وبتاع ده هيقول لك استخدم هتستخدم اي سي كيو ولا لا عشان افتح لك البورت بتاعه، ان كانوا ستريكت قوي ضد الاي سي كيو، بس عارفين ان هو بوبيلر ومهم انك انت تستخدمه. المهم الانترنت دخل البيوت الروسيه وبقى كل الناس عندها اي سي كيو. ففي الفتره دي ناس كتير اتعرفوا على روسيات واتجوزوهم في الفترة دي، ومش عارف ايه سر ان الناس كانت جدية سواء من الجانب العربي او الجانب الروسي في الزواج. كان في جدية اكتر، لكن اما بقى المعروض كتير ومستوى الجمال اقل، فبقى الناس عارف بقى في استغلال، بقى في نصب. يعني زمان ما كنتش اسمع ان في واحدة روسية مثلا تقول لك انا عليا ديون ادفع لي وبتاع، لا كان بيبقى فعلا يعني ايه فقرانة وقرفانه من الحياه هم فيها وعليها ديون الدنيا، بس بتكلمك ولا كأن في حاجه، ما بتبينش، عندها عزه نفس. بتوع دلوقتي في نصابين كتير روسيا تقول لك انا كذا، انا عندي مشكله، طب انا عشان اجي لك بقى وبتاع عايز اعمل باسبور، والباسبور يكلف 300 دولار، ابعت لي بقى 300 دولار وعندي ديون بتاع 300، يعني هات 600. يا بنت الحلال انا احنا لسه متعرفين من اسبوع، مش انت بتحبني وعايز تقابلني وبتاع؟ لا انا عايز اتجوز، انا بدور على العروس. هتجوزك عادي وبتاع، تبعت 600 دولار وباي باي، قفلت عليك الباب خلاص بلوك. فالجو ده طبعا ناس كتير عاشته، بس بقى بنكلمك في الايام دي. بس بدايه ظهوره امتى؟ اعتقد من 12 سنه حاجه كده، سنه 2014 2013 بدا يظهر ظاهره الاستغلال عن طريق الانترنت من الاوكرانيات الروسيات البيلاروسيات، اللي هو تقول لك انا عليا فلوس، انا مش عارف ايه عشان اجي لك، اصل انا مكسور عليا ايجار شهرين، الجو بتاع ابي فوق الشجره ده. فاللي ما يعرفش قصه ابي فوق الشجره ما انصحكش تشوف الفيلم، الفيلم مش حلو يعني، بس هي اللي شاف الفيلم وعارفه. ففي ابي فوق الشجره اللي هو عندنا اجره البقال ما اتدفعتش بقى لها 3 شهور، والايجار مكسور علينا شهرين، فادفع لي ساعدني، مش انت بتحبني؟ انا لحقت احبك، انا لحقت اتعشى، انا لحقت اتغدى عشان اتعشى، فاللي هو عايزه منك فلوس. في ناس ما بتعترفش بالهزيمه او انه اتسك رغم ان هو اتسك ودفع فلوس، فيقول لك لا غيري دفع 1000 دولار، انا اتنصب عليا في 100 بس، غير مصاريف الارسال كانت حوالي 115، 115 دولار دول مش حاجه على فكره. وهو يعني بتيجي عليه ايام بيتزنق على 10 دولار عشان يكمل الايجار. يعني في ناس عندهم الحياه مش سهل انك انت كده ايه تبعزق 100 دولار، ده صاحبه الانتيخ مزنوق وهيموت على 50 دولار ويقول له معلش يعني هو انا معايا 50 بس، ينفع اديك 20 وبتاع عشان ما تزنقش انا برضه، فما بيقدرش، حتى بيبقى مزنوق مش قادر يسلف صاحبه اللي هو مزنوق في 100 دولار ولا في 50 دولار، ما بيقدرش يديهم له احيانا، ما معهوش او معادي اخر فلوس في جيبه، فيقول لك هديك 50 دولار اللي معايا بس دي اخر فلوس معايا، فاول ما تاخد من مرتبك معلش رجعهم لي. هو نفس الشخص اما واحده بتطلب منه اوكرانيه ولا روسيه ولا ايا كان، تقول له انا في المانيا وظروفنا صعبه وعندي الكورت الجاكيت بتاعي القديم لسه ما يعني معايا لحد دلوقتي، وبدا في خرام وبقيت امشي بيه في الشارع وابقى محرجه وبيسقعني هموت وظهري واجعني دايما من البرد، فطبعا نخوت الراجل يقول لها خدي 200 دولار ولا 250 دولار اشتري لك اي جاكيت عدي بيه الشتاء، انا عارف مش على قد المقام بس بتاع يا حبيبي وبتاع.
وما تلاقيه دفيع بتعملها مع مرة واثنين وثلاثة وأربعة، في الآخر خدت حق اتجوزته؟ لا، في أي حاجة ما فيش. وبعد كده تقول له بص احنا انا شايفه ان احنا ايه، شكرا على الفتره اللي انت قضيتها معايا وانت كنت كريم معايا وبتاع، بس مش حاسه ان احنا هنبقى سعداء مع بعض. ربنا يوفقك في وتلاقي واحده كويسه، وانا على فكره انت راجل كويس جدا واكيد هتلاقي بسهوله ومش طب وال 7000 دولار اللي دفعتهم عليكي في خلال السنتين اللي فاتوا دول، ايه اخبارهم؟ ايه ايه مالهم؟ ما انت كنت خدت بيهم حب. انت طماع قوي يا اخي. وفي واحده تقول لك ايه، هديهم لك في بالي ال 2000 ولا ال 3000 ولا 9000 دولار اللي اديتهم لي، جبت لي جاكيت وجبت لي جزمه وجبت لي بنطلون وجبت لي قميصين وجبت لي تيشرتات وجبت لي وعالجت امي في المستشفى، وهي لا في ام اصلا ولا في مستشفى، بس المهم وعالجت امي في المستشفى ودفعت لنا ثمن العمليه اللي هي ما اتعملتش اصلا، كل ده فاكراه ومدوناه على فكره، هديك فلوسك. وتعدي طبعا السنين ولا في اي حاجه، لحد في يوم كده هتزهق منك تعمل لك بلوك ولا بتاع ولا تغير رقمها ولا. فصدقني اللي بتخش معاك دخلت فلوس من قديم الأزل، حتى اليوم لم يحدث بعدها قط عملية زواج ناجح. في واحد يقول لي لا لا أنا أعرف واحد دفع واتجوزه، لا هو غالبا ما دفعلاش واتجوزه، هو دي قصته، هو كان مرتبط بواحدة ودفع لها فلوس وحاجات من دي وكانوا هيتجوزوا بالفعل، بس حصل مشكله وما اتجوزوش، فهو تخيل ان احنا انها يعني مش نصابه، كنا هنتجوز بالفعل بس حصل مشكله. بس انا عارف في بنات اللي هم رمم وبعد ما تتجوزها هتفضل رمم، بس انا ما عاصرتش او ما قابلتش حد قال لي ان هو قابل واحده خدت منه فلوس اول ما اتعرفوا واتجوزوا بعد كده. انا عارف انه ممكن، بس في النسب اللي انا اعرفها او في الناس اللي انا اعرفهم ولا واحد، واحدة طلبت منه فلوس واتجوزه بعد كده. بالعكس، اللي ما طلبتش فلوس وانت عرضت عليها فلوس ورفضت وكنتوا هتتخانقوا وكانت هتقطع علاقتها بيك علشان انت بتحاول تشتريها بالفلوس، في الاخر اتجوزوا وجواز ناجح. يعني اللي ما دفعتش فيها مليم غالبا هي الزواج، هي النجاح. مش يعني مش بقول لكم مثلا تبقى جعر ورمة مع البنت اللي انت هتتجوزها خالص وما تدفعش حاجة، لا على الاقل هات هدايا، بس هي اللي هي تطلب وتديها، لا هي اللي تطلب ادفع لي هات لي، لا مش دي اللي تنفعك. حتى لو نجح الجواز بعد كده وحصل جواز، 99% من الحالات ما بيحصلش جواز، وال1% اللي انا ما اعرفوش لو حصل جواز غالبا هتفضل كده مترممه عليك في الصغيره والكبيره. فواحد يقول لي طب مش مراتي المفروض ادفع لها كل حاجه؟ ده لما تبقى كل حاجه فعلا موجوده، مش استنزاف وخلاص. استنزاف يعني ايه؟ يعني تالف لك حدوته في كذا وهو ما فيش كذا، في عملية وما فيش عملية، عليا غرامات وهو ما فيش غرامات، بتاخد منك 100 في 200 في 300 في 400، وتعمل تجيب بيهم بقى ايه مكياج، تروح تقضيها بالفلوس دي، تسافر وتقول لك ماما عيانة لازم ازورها وهي رايحة تقضي الوقت ده مع واحد تاني، وممكن الفلوس دي رايحة تصرفها عليه. كل القصص دي موجودة. خلص الكلام، يا رب تكون الحلقة مفيدة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم. أمين.